وبشأن استهداف قاعدة للقوات الأمريكية بمطار بغداد الدولي بعد مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو المتخصص في ملف الميليشيات السيد عبد الرزاق الأحيالي. السلام عليكم. عليكم السلام سيدي، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. حياكم الله. بعد مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني واتهام طهران لإسرائيل باغتياله، اليوم استهداف قاعدة للقوات الأمريكية بمطار بغداد الدولي، هل أصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات؟ الحقيقة بعد مقتل خدائي صرح رئيسي على أن يكون رد على مقتل خدائي موضوع حتمي. كنا عرفنا أن إيران راح ترد بالعراق، لأن العراق الحقيقة ساحة هشة بالنسبة لهم، وساحة يعني تخوض بها ميليشياتهم الولائية بأوامر إيرانية، وهي أكثر من مرة احنا ذكرنا هذا الموضوع. الحقيقة من بعد 2003 إلى اليوم العراق هو ساحة لإيران، و يعني تصدر أوامرها للميليشيات اللي سميت مرة وقحة وسميت بأوصاف أخرى. هاي الميليشيات تأخذ أمرها من حراس الثورة الإيرانيين ويستهدفون العراق أو الأكراد. طبعا الطائرة المسيرة أسقطت قبل أن تصل الهدف، والمطلوب من هاي الميليشيات الولائية هو تنفيذ الأوامر الإيرانية. نعم. وهذا على قدم وساق، يعني هذا نسمعه ونشوفه بعيننا. نعم، يعني منذ الاحتلال الأمريكي للعراق ونفوذ إيران يتزايد، وقد أقحمت طهران العراق في صراعاتها المستمرة، هل كان لإيران أن تستخدم العراق كحديقة خلفية لولا تماهي شركاء العملية السياسية مع مواقفها؟ تماهي يعني وصف بسيط جدا سيدي. نعم. يعني هاي الميليشيات قطاعات إيرانية بالعراق، حجابات متقدمة، العراق كلها حجابات متقدمة بالنسبة لإيران. نعم. اليوم هم اللي يحكمون بالعراق، وللأسف الحكومة العراقية والميليشيات الولائية اليوم عبارة عن موظفين عند الإيرانيين، عند الحرس الثوري والاطلاعات والبسيج، ما يتخذون أي موقف ضد إيران. بالعكس هم أرسلوا رسائل، وحتى الرسائل مشروح على أن أجواء العراق كلها بخدمة علي خامنئي، إيش وقت ما يريد ننفذ الهدف ننفذ الهدف. هذه هي ميليشياتنا وهاي هي قواعدنا، وللأسف الشديد ما جاي يعني يشتغل يعني السياسي العراقي على أن يعني يرد هاي الميليشيات ويتخلص من عندها. طالما هاي الميليشيات موجودة بالعراق تبقى إيران هي موجودة بالعراق، وتبقى هاي الميليشيات يعني يد تضرب بها إيران، أي كردستان أو غير كردستان، بغداد أو القواعد الأمريكية. أوامر إيرانية واضحة سيدي. إلى أي مدى ترى أن هذا التصعيد وجد مكانه وتزايدت وتيرته وتيرة الاستهدافات بعد مقتل قاسم سليماني؟ واضح للكل أن بعد مقتل سليماني الحقيقة إيران اختل توازنها، وصارت صراعات حتى داخل إيران، صراعات بين الحرس الثوري وبين البسيج وبين الاطلاعات، وما قادرين يسيطرون على الاوضاع، كل واحد منهم يصدر امر، وحتى ميليشياتهم بالعراق صارت يعني تتخبط. وانت كل جن شوف الاوراق الايرانيه جاي تحترق يوم بعد يوم في لبنان، في اليمن، في العراق خسارتهم الاخيره بالانتخابات، اوراق تحترق، وايران في حاله يعني الشعب يغلي، الوضع بإيران سيء جدا، لذلك صار تخبط في القرارات. توصلنا إلى أنه يطلع قيس الخزعلي إيش وقت ما يريد يهدد كردستان العزيز، أو هادي العامري يهدد القضاء، أو الآخر يهدد الشعب العراقي، وهكذا صارت الأمور. الحقيقة احنا في حالة في وضع خطر، طالما هاي الميليشيات الولائية باقية بالعراق تبقى الأوامر اللي نفذوها بالعراق. غرفة عمليات مسؤول عنها هادي العامري، هادي العامري هو اللي صدر الأوامر بإطلاق أي صاروخ وين ما كان، وللأسف دولة رئيس الوزراء ما زال يعني ما يتخذ موقف. طيب، يعني بعد أن كانت إسرائيل تستهدف الميليشيات الموالية لإيران في سوريا، ترد إيران باستهداف ما تقول أنه مقرات للمخابرات الإسرائيلية كما حدث في أربيل، كيف تقرأ مثل هذا التحول؟
سيدي ايران اذا ارادت تضرب الاسرائيليين فالاذرع الايرانيه في سوريا بعد 6 ادوات عن نعم. اسرائيل كان عليها ان تستطيع اوامر الميليشيات الولائيه وقطاعاتها الموجوده في سوريا اللي ضربوا اسرائيل. تمام. ليش ترجع تضرب الداخل العراقي؟ السبب هو العراق يفتقد السياده، يعاني العراق من السياده، العراق ما في سياده. في ميليشيات تابعه لايران وتنفذ الامر بدون ان تجادل، يعني تنفذ بدون ان تسال. وهي الاسباب اللي تدعي انه ايران يعني تستهدف العراق اكثر من مره. السؤال هنا، لماذا اختارت كل من ايران واسرائيل الاراضي العراقيه لتصفيه الحسابات فيما بينها؟ ارض رخوه العراق بالنسبه لاسرائيل وبالنسبه لايران، لذلك هم يستهدفون العراق. ارض رخوه، ما في حكومه، ما في قوات قطاعات تحمي العراق تشتغل على 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 حمايه العراق. ما عندنا، احنا مبتلين في ناس يمثلون الايرانيين والمصالح الايرانيه بالعراق. هذا اللي جاي يصير. لذلك من السهوله اللي يريد يسووه بالعراق يعني يستخدموه ضد اي موقع او اي قاعده او اغتيال اي شخصيه بالعراق او كل اللي يريدوه ينفذوه. مفتوحه ولا توجد سياده. اين يقف الصراع على النفط في بين ايران وامريكا ومن وراءها اسرائيل؟ مصالح امريكا واسرائيل وايران بالمنطقه ما تنتهي على الاطلاق. الخيرات الاسلاميه والعربيه بالنسبه لهذه الدول استهداف لهذه الدول، ودائما يعملون على مو افخار منطقه بل سرقه كل ثروات هذه المنطقه، العراق او غير العراق. وشوف انت اكثر من عاصمه، اكثر من مكان عربي اليوم يعاني من هذا النفوذ الامريكي الاسرائيلي الايراني. وهذا تخادم بيناتهم، وما زلنا يعني الراقب موقف عربي واسلامي ضد هذا التوغل الامريكي الاسرائيلي الايراني. شكرا لك السيد عبد الرزاق الحيالي، كنت معنا من مالمو على مشاركتك في بانوراما الرافدين.